السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودناكم دائما وابدا، ومع موعدنا في المحمية الثانية نشوف تطبيق الكاميرات والبيابات والفواصل والتغطية الكاملة للمحمية حتى لحظة اطلاق الطيور. خليك معاي وتابع المقطع والتفاصيل. طبعا في المقطع السابق شرحت لكم الشبك هذا، وشوفوا كيف جرى تثبيته بالمسامير والورد. هذه بوابات جديدة علي، ما تكلمنا عنها من قبل. شوفوا كيف حتركب وفين بتركب وكيف طريقة ترتيبها وش عملها المفيد. كفرات وصاج وفريم، وابتدينا في قص المجاتب. قصنا حسب احتياج الزيادة، أطوال مختلفة حسب الأقفاص بالطول والعرض. وصلنا الكميات اللي نحتاج. الزواج حتكون كاسكو، أمازونيكو كاتو قال في مستوى الحجم الكبير. وهذه تجربة البوابات اللي قلنا لكم فصلنا. طبعا تقفل القفص الداخلي والقفص الخارجي. طريقتها سهلة غير مكلفة، بس يبغالك حداد فاهم وشوية قطع. طبعا هذا بتفيدني في فصل الشتاء، يصير اقفل على الزوج في القفص الداخلي. من درجة الحرارة عندنا توصل الى 1 ما شاء الله تبارك. الماكليات والمشربيات سيليستيل وصلت لنا من برا. وهنا نبدأ في تقفيلات السقف، المحافظة على الاجواء الداخلية والكائنات الغريبة. كيف المساحة ضيقة. وهنا احلى رسالة انها وصلت البيضة. طبعا فصلتها تفصيل جميعها، حرف ال وحرف الاي. وهنا رصيناها في المستودع على اساس نبدا تركيب الكاميرات ونجري عليها التجارب والاختبارات. شوف مع بعض التجارب كيف كانت. التعليق ذا حالف يطلع معنا في التيك توك. هنا بدينا في توصيل الكاميرات والتشييك، كيف حيكون الشكل وكيف حتكون الاضاءه، كيف حيكون التصوير. معنا المهندس عبد الرحمن المهندس عبد العزيز، بس ابتلشنا في حرف ال تغطيه المساحه كامله القاع البياضه. في الاخير قدرنا نحل المشكله ونحصل معنا القاع وفتحة البياضة. مثل ما تشوفون كمية الحوسة اللي أنا فيها. كملنا تركيب البياضات كامل، سبتلشت في البياضات الصغيرة لأن الكاميرات هذه أكبر من البياض فما راح تنفع. اضطريت أني أغير البياضات. ونبدأ نجرب على أول بياضة، هنا التخريم علقها وبنشوف. وكل الكاميرا من هناك ونشوف كيف الوضع. تعلقت معانا بالشكل المطلوب. طبعا الحمد لله طلع الشكل زي ما كنت متوقع، بس عندنا طال عمرك الأسلاك هذه كيف نربطها في السقف ونحطها. نزلنا نشتغل في البيت. ايضا جربنا التعليق طلعت ممتاز. هذه حروف الاي بعد ما علقنا نظمناها. باقي توزيع الاسلاك وتمديد الاسلاك. باقي الدور الارضي البياضات حقته ما نركبها. اما بالنسبه لحرف ال اكملنا الدور الاول والثاني. وطبعا عمليه التركيب اخذت منا يوم ونص كامل طلعت بالشكل المطلوب هذا. باقي علينا الكهرباء، يشغل اللمبات، ضبط الاول، نوصل اسلاك الكهرباء ونطلق الطيور بمشي. طلع لي مشكلة بس الإضافة حقت الكهرباء كانت مضيقة على أساس نمدد الأسلاك زي ما تشوفون من جنب. أشكر الله يا إخوان وحياكم الله جميعا.